بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبيعة الحال البحوث عادة الأكاديمية مثل ما ذكر الزميل السابق تنطلق من فرضية، وهذه الفرضية هي التي تحدد مسار البحث، وبالتالي هذه الفرضية ربما تكون تحمل في طياتها إشكاليات، وهذه الإشكاليات عادة تنطلق من الحادثة وبعض الأحيان من المنهجية. فرضية البحث هي قائمة على تفسير واقعة الطف أو ما دار في سنة 61 وفق ما يعرف بالحرب العادلة التي فرضها وولترز، التي تتبنى مجموعة من المبادئ والمعايير الأخلاقية التي تحدد الوسائل والغايات التي تطمح لها الحروب. وعادة حينما نتحدث عن الحروب نحن نتحدث عن تاريخ البشرية، يعني عادة كل المنظرين حينما يتحدثون عن الحروب التي وقعت على البشرية تبتدئ مع أول إنسان بدأ يخط خطاه على وجه الأرض، وبالتالي هنالك معيارين: معيار من يريد الإصلاح، ومنهم من يريد التغالب أو يريد القتل وبالتالي يريد الفساد. تاريخ هذه النظرية أو هذه الفرضية إذا ما أردت أن أقولها عادة تعود إلى بدايات التنظير البشري، يعني إذا ما ردنا نتحدث عن الفلاسفة بحد، يعني انطلاقا من أفلاطون من أرسطو، نجد أن في واقع التاريخ اليوناني هنالك واقع قائم على أساس التغالب، ولكن الفلاسفة في بعض الأحيان يحاولون أن يبوبوا مسألة الحرب لغايات سلمية. يعني كيف تكون غايات سلمية؟ أي بمعنى أنها تحمل في طياتها معايير أخلاقية قيمية، أنه أن تحافظ على الناس، أن تكون غاياتها هي للسلم وليس لأجل الحرب من حد ذاته. ربما أيضا انطلقت أنا من مقولة لابن خلدون، وابن خلدون أيضا يتحدث أن الحرب واقعة وأنواع المقاتلة لا تزال واقعة في الخليقة، وبالتالي هذا النص يعني يبوب لنا أنه الحروب عادة هي ليست غاية بحد ذاتها إذا ما أرادوا التنظير إلها، لكن الواقع في بعض الأحيان لا يفترض أنه الحرب هي سلاح ويحتاج للتوسع به، وبالتالي أغلب الملوك الإمبراطوريات السلاطين حتى على التفسير الأسطوري الذي تحدث عن أفلاطون في الميثولوجيا اليونانية تحدث عن هنالك قوة تحاول أن تفرض هيمنتها على الوجود وبالتالي تفرض سلطتها حتى يهيئ لها فرضيتها. لكن الفلاسفة لم يتوقفوا مع هذا التمكين من هذا التفسير، يعني لو نرجع لأرسطو راح نجد أنه في كتاب السياسة راح يتحدث عن الهدف السامي للحرب، أي بمعنى آخر أنه ينشد العدالة من أجل الحرب، وبالتالي ليست الحرب هي الغاية الأساسية أو المطمح الأساسي لفعل الحرب. نحن نعرف جيدا أن الحرب سوف يسقط بها قتلى من الجانبين، وبالتالي هنالك من هو مظلوم وهنالك من هو ظالم، فبالتالي الطرفين سوف يقع عليه الحد. في التنظير الإسلامي أيضا راح نجد أن الفارابي المعلم الثاني أيضا تحدث في شيء من هذه القضية، وتحدث بالتأثير الأرسطي على أفكاره، فبالتالي أيضا حاول في أكثر من مناسبة أن يدون هذه
العبارات التي استفاد منها من إفلاطون وأرسطو وتطبيقها عليه. طبعا احنا نتحدث عن فلاسفة هم ينظرون، وبالتالي لم يكونوا هم قريبين للسلطة بمعنى آخر أنهم يكونون ميالين لإملاء على السلطة بما يريد. والسلطة عادة تبحث عن غاياتها أيا كانت غاياتها، فبالتالي ربما سوف نجد أن الغايات كما يعبر عنها ميكيافيلي، الغاية تبرر وسيلة، فبالتالي الحرب أيا كانت يسقط بها الناتج هو ما يحصل عليه أصحاب السلطة، وهذا ما دفع المنظرين في مسألة الحديث عن الحرب والبحث عن حرب عادلة. وربما السؤال هو هل توجد حرب عادلة في التاريخ البشرية؟ هل يوجد حرب عادلة إذا كان هنالك مصرع لكلا الطرفين؟ يعني أين تكون أو تكمن عدالة هذه الحرب؟ أغلب المنظرين يقولون أن الهدف هو الذي يحدد عدالة الحرب، يعني حينما تكون القيمة الأخلاقية في الحرب أو القيمة التي ينشدها من يحارب فبالتالي هنالك عدالة. يعني طبيعة الحال من يدافع عن نفسه هو أيضا يدخل في حرب، فبالتالي هنالك قيمة معرفية، عفوا قيمة أخلاقية وقيمة وجودية تدفع بالإنسان في الدفاع عن نفسه، وإلا لو لم يدافع عن نفسه لضاع حقه. وبالتالي هذه القضية التي ربما سوف أشكلها. المبادئ التي تعزز الحرب العادلة أستطيع أن أضع لها مجموعة عناوين هي التي جعلتني أبحث عن ما يشابه في واقعة الطف. وطبعا هنالك طرفين كما بينا. المبدأ الأساسي هو مبدأ عدالة الدخول في الحرب، أنه هل هنالك مبدأ أساسي؟ تحدثنا عنه بطبيعة الحال أنه أكو عدوان وبالتالي أكو من يدافع عن نفسه، وبالتالي سوف يصبح هنالك ظالم ومظلوم. القضية الأخرى هي رمزية العدالة الإنسانية، ونحن نعرف جيدا أنه مفهوم الرمزية التي مثلها الإمام الحسين في قبال يزيد كانت أعلى على المستوى الكاريزمي على المستوى الحضوري. يعني الإمام الحسين قد لم يدخل في البيعة، وممن لم يدخل في البيعة هم ثلاث، ولا أريد أن أتحدث عن الشخصيتين على أنهم مرحلة تاريخية، لكن يعرف الكل وكل من اطلع على التاريخ الإسلامي أن ابن الزبير وابن عمر أيضا كانوا غاياتهم ليست بالعدالة، إنما كل منهم كان يطمح لشيء أو للوصول إلى شيء آخر. وبالتالي نجد أن الرسائل التي بعثت آنذاك بعد موت معاوية بن أبي سفيان، وقد تمثلت أنه أن ينزل الحسين على البيعة، وبالتالي هي إشارة على أن شخص الحسين لن يرضخ لأي مساومة من المساومات التي كانت تمارسها السلطة الأموية، وأن الشخصيتين السابقتين التي لم تنزل عليها أحدهما قال أنه إذا ما بايعت الأمة أنا أبايع، والآخر انتظر الحسين أن يخرج من مكة حتى يخلو له الجو. وبالتالي هذا التمثل الذي حصل للحسين في قبال الأمة الإسلامية هو إعلان للحرب الأساسية، ولا أقصد المعركة أقصد الحرب، أي بمعنى أنه إدارة الحرب التي قدمها الإمام الحسين هنا هي ابتدأت بإصلاح المفاهيم وبإعطاء درس للنفوس الميتة آنذاك.
وبالتالي أعلن أنه الإمام الحسين إن أهل بيت النبوة معدن الرسالة ومختلف الملائكة ومختلف الملائكة بنا فتح الله وبنا ختم إلى آخرها، إلى أن يصل إلى أنه يزيد فاسق فاجر شارب للخمر. وبالتالي على الحسين أن لا يقف أمام هذا الظلم وأمام هذه الشخصية التي سوف تحرف طريق النبوة، وبالتالي سوف نجد أن الكاريزما الحقيقية أو الرمزية الحقيقية التي تمثلت في الحسين هو العمق التاريخي والعمق الذي ينطلق منه كانتماء لأهل البيت، وأنه ينتمي بالمقاربة من ابن بنت رسول الله وأنه ابن الإمام علي عليه السلام. وبالتالي هذه كلها مكنت الحسين أن يتحول إلى رمز محرك للمجتمع آنذاك، وبالتالي النفوس كانت تحتاج لهكذا دافع روحي ومعنوي لتحريك ما قتلته سلطة بني الأمية. ما يقدمه أيضا المنظرون في مسألة التسلط في الحكم وما ينتج عنها، أنه العدوان هو وحده الذي يبرر الحرب. يعني كيف يبرر الحرب؟ يعني ربما الكثير في بعض الأدبيات من المدارس الأخرى أنه تفترض أنه الحسين خرج لطلب السلطة، وهذه السلطة هي امتثالا لانتمائه للنبوة، وبالتالي يتصورون أن مفهوم الوصول للسلطة هو وصول سياسي، يعني بعبارتنا اليوم التغانم عن الممتلكات. لكن الحسين كان يتحرك من منطلق الإمامة، يعني هو يعي جيدا ونحن نعرف جيدا أن الحسين خروجه هو انطلاقا من العهد الذي ورد في القرآن، وبالتالي أن الدنيا لديه أو هذه الوجود الذي ما نسميه بدائرة التصالح الدنيا هي لا تعبر لديه شيء، وربما أنه تربى ب ما قدمه أمير المؤمنين إن دنياكم لا تسوى شسع نعلي وإلى آخرها من الكلام الذي عبر عنه. فبالتالي أضف إلى ذلك أن خروج الحسين لو كان للحرب لما خرج بهذا العدد، وبالتالي هو كان يعرف جيدا أن القوم طالبينه، وهو في مكة وأراد أن أو طلب من أخيه أن يسهل خروجه، والسبب في ذلك أنه يكسب وقت لكي يحقق شيء من الانتصارات في الحرب التي هي أو التي يبتغيها هو. أي بمعنى آخر هو لم يحتاج إلى القتال كما يتصور. يعني أنا أحاول أن أفرق بين الحرب والمعركة. المعركة قد قتل الحسين وقتل من معه، وبالتالي على المستوى العسكري شيء آخر، لكن الحرب التي تضافرت مع واقعة الطف وما أنتجت فيما بعد هي التي رفعت الحسين وذكر الحسين وذكر التشيع بشكل عام. فبالتالي نحن نتحدث عن العدوان هو الذي يبرر وجود الحرب أو وجود الدافع إلى الحرب. يعني أن الحسين لم يطلب الحرب ولم يبتدئهم الحرب كما بدأت، ويعني النصوص التي وردت في كتب التاريخ تذكر ذلك. أضف إلى ذلك أنه الذي حرك الحسين هي السلطة آنذاك اللي هي متمثلة بالسلطة الأموية التي أبادت نفوس الناس وحاولت أن تقتل الإنسان وتقتل الشريعة والدين بشكل عام، وتسلطت باسم الدين حتى أنها
أسرفت في كل ممتلكاتهم على البغاء وعلى الخمور وغيرها. وربما يذكر المحقق الطهراني في شيء جميل يعني في مسألة هذه، وصف سياسة يزيد بن معاوية أن البائس خلط بلا فهم بين القدرة الظاهرية التكوينية وبين الحقانية والولاية، فهو يشيد منطقه على المبدأ المكيافيلي الذي يعد الحق قائما على أساس القدرة والتسلط وتابع لمن قهر بالسيف، ويثبت أن منطقه مخالف للعقل والوجدان إلى آخر الكلام. وبالتالي هذه الوحشية التي تسلطت بها بني أمية هي كانت دافع لتحرك الحسين عليه السلام للإصلاح. نية قتل الحسين كما ذكرنا في النقطة السابقة كانت مبيتة، يعني خرج الحسين أو لم يخرج الحسين، السلطة الأموية كانت ترى أن وجود الحسين هو مهدد لوجودها، فبالتالي قتله والتعجل في قتله كان هو المبرر له. والإمام الحسين كان يحاول في أكثر من مناسبة أن يتهرب، لا أقول أن يتهرب بهذه العبارة، أن يحاول أن يجد متسع من الوقت لكي يربح الوقت، وهو ما فعله في استمالة كثير من الشخصيات من الصف الآخر وأشهرها الحر بن يزيد الرياحي. وبالتالي هذه الاستمالة للوقت جعل من عبيد الله يعجل بالقتل أو يعجل بحرب الحسين، فبالتالي كان يعرف جيدا أن الحسين كلما طالت مدته ربما أن كثير من الجند سوف ينقلب على عبيد الله وعلى يزيد وغيره. تمام، خدمتك. فبالتالي ما ذكرناه سابقا أنه خروج الإمام الحسين هو كان بهدف الأساسي هو الإصلاح، وبالتالي الهدف سوف يتأسس أو تتأسس نظرية الحرب العادلة هنا في المقام، في المقام الأخلاقي، بمعنى آخر أنه المبدأ الإصلاح الذي كان ينشده الإمام الحسين من منطلق إمامته ومن منطلق بعده النبوي واتصاله ببيت النبوة. النية الحسنة في الحرب ربما تختصر أنه أخسر المعركة ولكن أربح الحرب، وهذه أيضا فكرة يقف عندها كثير من المنظرين، أنه كيف أخسر معركة ولكن أربح الحرب. الواقع التاريخي يثبت لنا يعني جميعا أن معركة الطف على المستوى العسكري كانت الغلبة، وبالتالي كان الربح والنصر لمن؟ من تمثل في التاريخ المعاصر؟ من يعاد سنويا ذكراه؟ من يقف آلاف الباحثين للاستنارة بكلماته، بمواقفه، بحوادث وطأت؟ كثير من الشخصيات عرفت بسبب حادثة الحسين ومعركة الحسين وواقعة الطف، وبالتالي كان الحسين أشبه بما يعرف عند اليونان الوهجة التي أنارت وأدفأت قلوب الناس. احتمال النجاح الذي ربما أحاول أن أوجز به أيضا هذه الكلام، عادة العقلاء يركنون أنه الحرب تقاس بالعدة والعدد، فأين العدة والعدد في جيش الإمام الحسين عليه السلام في قبال النفوس التي حملت عليه؟ نعم، الروايات تذكر أنه الأشخاص الذين مضوا مع الحسين عليه السلام كل شخص فيهم وفي داخله يملك شجاعة تضاهي عدد كبير.
قوة الإيمان، هذا البعد الروحي الذي عادة ما ينطلق منه الإنسان في قبال نفوس أو أعداد كبيرة لكنها نفوس ميتة. هذه هنا استثمرها الإمام الحسين في أكثر من مشهد وفي أكثر من واقعة من التاريخ أو في حدث مما يتضامن معه. أيضا مما يذكره المنظرون مبدأ التمايز وحصانة غير المقاتلين، يعني في أساس تأسيس الحرب العادلة أنه أن تراعي مبدأ التمييز أو تمييز وحصانة غير المقاتلين. ونحن نعرف جيدا أن من ذهب مع الحسين تعرضوا إلى أبشع صور الإبادة أو التحريض أو القتل أو إلى آخره. منع الماء عنهم، لم يسلم الأطفال والنساء، فبالتالي كل ما يذكر في تنظيرات الحرب العادلة لم نجدها في الطرف الآخر في السلطة الأموية، إنما وجدناها أين؟ في سلطة وقيادة الإمام الحسين حينما أعلن أنه لن يبتدئهم الحرب، أي بمعنى أنه لم يكن راغبا بقتالهم أكثر من طلب الإصلاح فيهم. ربما أحاول أن أترك المجال للباحثين الآخرين، أقف أيضا عند ما أهم النتائج ربما التي أتحدث عنها أو يخفيها هذا البحث، أن الحروب نزعة فطرية في البشرية متأصلة تنبع من مبدأ الخير والشر، وبالتالي هذا الخير والشر هو كامن في داخل الإنسان في تحديد الخير أو تحديد البوصلة القيمية التي ينطلق منها منذ أول الخليقة إلى يومنا هذا. تكرس نظرية الحرب العادلة شرعنا من أجل الغايات سامية، والحسين لم يخرج للقتال من أجل غاية دنيوية، إنما كانت غايته هو إصلاح المنظومة التي فسدت بسبب السلطة التي تمثلت بسلطة بني أمية، وأن خروج الإمام لم يكن من أجل القتال، بل أن السلطة تحججت لقتاله من أجل التخلص من السلطة من سلطته على المجتمع، وأن معركة التي دارت في كربلاء أفرزت غالب بالقتال ومنتصر بالحرب، وهذه ربما نتائجها حاضرة إلى يومنا هذا، وربما مشهدنا اليوم هو يعد صورة من صور انتصار الثورة الحسينية والحسين عليه السلام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وأعتذر على الإيجاز وأستغفر الله لي ولكم. جناب الدكتور أحمد عبد السادة كان جيدا جدا في واقعة الطف من منظور الحرب العادلة، لكن أعتقد أن بعض مقدمات الحرب قد مر عليها سريعا، وهي ما دام كانت في العنوان كان لابد من التسليط عليها بشكل كبير حتى ينبهنا إلى أن هناك حرب ظالمة وحرب عادلة، وكيف كانت حرب الإمام الحسين عليه السلام عادلة والنتائج التي خرجنا بها، مع أن هناك بعض الحروب الدفاعية، فلو سلط الباحث عن الحرب الدفاعية حتى في زمن النبي صلى الله عليه وآله وحتى في عند أمير المؤمنين عليه السلام وعند الإمام الحسن، ثم انتهت هذه الحرب الدفاعية إلى سيد الشهداء عليه السلام، فلا النبي ولا أمير المؤمنين ولا الإمام الحسن بدأوا حروبا على نحو البدء، وإنما هي دفاع عن مبادئ، وكانت الحرب هي الملجأ الوحيد لإظهار هذه الجنبة.